حدثنا حيوه بن شريح قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قام النبي صلى الله عليه وسلم وقام الناس معه فكبر وكبروا معه وركع وركع ناس منهم ثم سجد وسجدوا معه ثم قام للثانيه فقام الذين سجدوا وحرسوا اخوانهم واتت الطائفه الاخرى فركعوا وسجدوا معه والناس كلهم في صلاه ولكن يحرس بعضهم بعضا